علي عدنان في الشمال. الدقائق الأولى، 15 دقيقة الأولى كان هناك عمل عراقي، الآن بدأت الكرة يصد ولا يمسك لغاية ما راح لها 20 دقيقة. على كثر ما دار، على كثر ما كان برضو اللمسة الأولانية برضو يا ميمي يا ولدي. الفرجة على الماتش وبعد كده فكرنا أتى به إلى هذا أتى يلعب الظاهرة على طول، ولكن أول الأهداف عملوها الأسود، عملوها الأسود في دين. وهنا لدينا الله من هذا، الصاعدين المتألقين على نفس الملعب يا ولد، هو ملعبه، ملعب فريق الدحيل، ملعب عبد الله بن خليفة، هو ليس بغريب على المكان، يعرف أركانه، يعرف سلام نقل الله على تحرك من خلال هذه الكرة، يسجل الآباد شي على عباس، من علاء إلى علاء، من علاء إلى العرب، انتصار إلى ميمي، ولكن سيد شاب أشعر أن المدرب كتنتش. يتقدم العراق وتتعادل البحرين، يتقدم العراق مجددا وتتعادل البحرين. انا شايفه عدي هو حاسس ان هو رجع لورا فعمل احتمال. حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي الى ميمي قالت يا ازاي، بص دي هي دي كان عاملها حلو قوي ميمي. الحقيقه مدرب منتخب البحرين قبل هذه البطوله لعب 8 مباريات كمدرب للبحرين، فاز في 2 تعادل في 5. ادي بعرض الملعب تاني عاليه فوق ميمي، ولكن الى ضربه المرمى من وضع ثبات، عمل تيك اوف كويس، ولك اتحرك خطوات قصيره على مش رجلك، شوف هو بينط رجله طلعت لغايه فين، عشان دي اللي بتدي العزم لوسطه وظهره. تاني علام هاوي يا ميمي انت دخلت القلوب بس كنت هتسكن فيها يا ابني، انت دخلت القلوب صحيح بس كنت هتسكن فيها، ما كنتش هتخل لصالح. وانا ما احبش تديله على طول عمل ناحيه العكسيه وفرصه اسهل كتير من الهدف اللي سجله ميمي. استلامها لو عدت لا 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 مش قادرين عليه، وحوش مش قادرين عليه، ده مرة تاني مرة تالت مرة قوة، سواء جهاز دوري تنفسي او ربما رمية جانبية لمصلحة المنتخب الإماراتي. سيكولوجية إدارة المباريات، نعم العراق تتقدم عن طريق علاء عباس، يعني إلى اللقاء. هنا لدينا كرة في الجهة اليمنى، علاء عباس يتقدم خطأ للغاية المر في العشر دقائق الماضية، وهذا علاء هذا مين هذا؟ هذا علي عدنان إلى علاء عاق الهدف الأول. تشوف الفرحة، سعد ناطق الكرة الأمامية العراقية في إمارات، نعم شوف علاء عباس تدخل بهذه الكيفية، والسيد الكسندر تقريبا تتوازن ما بين المنتخبين. علاء عباس أخذ رأي علاء عباس هادي، يعني اللي يشوف واللي موجود في الملعب، وليه متى سكت لكم كثير أرضية الملعب. سنرى بالنسبة للاعبي المنتخب العراقي برأس علاء، وهو لاعب مهاري صاحب الهدف الأول لمصلحة المنتخب العراقي لا باس في دقيقة 5. نجم الشباك مهند علي يخوض الآن النص ساعة القادمة مع المنتخب إلى خارج أرضية الملعب، يعبر إلى الدور القادم. هنا لدينا كرة لمهند علي، ميمي يسدد، لكن محمد الشامسي خارج أرضية الملعب. شوف هذا مهند علي، هذا صدق نسيت علاء مهاري.